برحب بحضراتكم مرة أخرى. بالتأكيد مصر لا تسلم من الشائعات ومن المؤامرات، سواء كانت مؤامرات خارجية أو داخلية. مؤخرا خرج علينا تقرير من إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهذا التقرير بيحارب مشروع قناة السويس الجديدة. التقرير ورد فيه أن هذه القناة، أو يعني حسب ما زعم هذا التقرير، عبر عن خطورة هذا المشروع على البيئة وأيضا على البحر المتوسط. ونشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية تقرير بيفيد أن علماء أجانب، هم 18 عالم شاركوا في هذا التقرير، أكدوا أن توسيع المجرى الملاحي بقناة السويس حيتسبب في أضرار خطيرة جدا بالبحر الأبيض وأيضا البحر الأحمر. أضافت الصحيفة العبرية أن المشروع المصري الجديد قد يؤدي لعواقب وخيمة على الحياة البيئية في البحرين الأحمر والمتوسط، زاعمة بأن مصر بتتجاهل المعاهدات الدولية اللي بتطالب بدراسة الأثار البيئية للمشروع. النهاردة الحقيقة هيشرفنا في الاستوديو الدكتور محمود حسن حنفي، أستاذ كلية العلوم بجامعة قناة السويس. أهلا بحضرتك يا دكتور وصباح الخير. والدكتور محمد إسماعيل، رئيس جمعية حماة الطبيعة، أهلا بحضرتك يا دكتور وصباح الخير. الحقيقة هنتكلم عن كل هذه المزاعم التي وردت في هذا التقرير، وكمان هنحاول معرفة الحقائق، وطبعا هنعرف ما وراء التقرير، الغرض منه زي ما بيقولوا السم في العسل، لكن هو كله سم الحقيقة، ما فيش عسل، لكن هنعرف ونحاول نفند كل ما صدر وورد في هذا التقرير. مرة تانية برحب بحضراتكم وأهلا بحضراتكم. والتقرير خرج من 18 عالم بيقولوا إن القناة هيبقى فيها أخطار كبيرة جدا جدا، سواء كانت على البحر المتوسط، على البحر الأحمر، وعلى البيئة نقدر نقول السمكية، وعلى اكتزاب أنواع غير مطلوبة من الأسماك زي أنديل البحر وما شابه يعني لهذه المناطق. فإحنا عايزين نحاول واحدة واحدة نفند هذا التقرير ونقرأ ما وراء السطور فيه. أبتدي بحضرتك يا دكتور. هو حقيقة ان احنا لازم ننظر لها، هل هي دي حقائق علمية ولا بالزبط مجرد بروباجندا سياسية؟ فنعرف اولا التقرير ده هو عبارة عن خطاب ارسل لمجلة متخصصة اسمها بيولوجيكال انفيجنز، دي مجلة متخصصة في الانواع الغازية او اللي بتروح اماكن تانية. وده ايه الانواع الغازية؟ بمعنى الانواع الغازيه اللي هي انواع بتروح من نطاقها الجغرافي لاماكن جغرافيه اخرى، وبتكون فيها مجتمعات، وبالتالي بيبقى لها اثار سلبيه، قد يكون سلبيه وايجابيه على البيئه. يعني احنا بنتكلم على يعني الانواع الغازيه دي ثروه سمكيه او ما شابه، يعني بيئه اي حاجه، ثروه سمكيه، كائنات بحريه، كائنات بحريه عموما بالظبط يعني. فالتقرير ده برضه عشان يكون ببساطه هو ليس بحث علمي، ليس في تبع فيه اساليب الاستنباط او الطرق العلميه، ده مجرد خطاب يعني في نوع من المجموعه من العلماء في دول الاقليم كتبت ده مع دكتوره اسمها بيلا جليل، دي استاذه في معهد علوم البحار الاسرائيلي في حيفا، ودي دقبت يعني من زمان جدا في مهاجمه قناه السويس على اساس انها ممر لهجره كائنات في الغالب من البحر الاحمر للبحر المتوسط. وزعمت في هذا بعض الأشياء الكتيرة، طبعا هي كممر ان هو في انواع من البحر الاحمر هجرت البحر المتوسط والعكس، ده حقيقة علمية. لكن القصة كلها انها اتكلمت على ان القناة الجديدة دي ستضاعف المشاكل، وده حتى ده يعني كنتيجة او يعني ترمينولوجي يعني كمصطلح لا يستخدم في بحث علمي. فالقضية كلها انها تكلمت على مضاعفة المشاكل دي، وهينتج عنها مشاكل اقتصادية اجتماعية، هينتج عنها مشاكل بيئية، وكل الكلام ده اشارته، وقالت ان ده لا يتفق مع الاتفاقيات اللي موقع عليها جمهورية مصر العربية، وخصوصا اتفاقية التنوع البيولوجي اللي هي اتعمل سنة 92 ومصر دخلت فيها سنة من اوائل الدول اللي كانت جزء منها سنة 94، او معاهدة برشلونة اللي مصر برضو جزء فيها واللي بتهتم بمنطقة حوض البحر المتوسط. القضية هنا انه لازم نفهم ان قضية الانواع الغازية ديت ما هياش دلوقتي، ما بقتش قضية لا هي قضية محلية ولا اقليمية، بقت مشكلة عالمية بيلعب فيها تغير، موضوع تغير المناخ ده الجزء الاكبر،
وممكن علميا نتكلم على حاجات فيها كتير. فلازم نفند فيها. يبقى نمرة واحد هي اتكلمت على ان ده سوف يضاعف المشاكل، وده زي ما اتفقنا عليه ان هو ليس الحقيقة غير كده تمام. نمرة اتنين انها بتتكلم على انه له تأثير اجتماعي اقتصادي. يعني ايه بمعنى اجتماعي اقتصادي برضه عشان المشاهد يفهم؟ ان احنا لما دلوقتي البيئة لم يعني ما هيش مسألة طرف، او زي ما كنا بنقول زمان انها يعني الحفاظ عليها موضوع اخلاقي وفقط، ده بقت اقتصاد في العالم كله. طب كل العالم دلوقتي البيئة ده جزء من الاقتصاد، وعلشان موضوع حيوي اصلا، موضوع حيوي جدا. يعني انا برضو عشان اقرب للمشاهد يعني ايه بيئة اقتصاد، ومش هروح بعيد يعني. خلينا مثلا في البحر الاحمر، يعني احنا عندنا في البحر الاحمر متر الشعاب المرجانية بدخل البلد في اماكن الغوص كمنتج سياحي بدخل البلد $300 سنويا. تدمير المتر زي ده محتاج ولا 100 سنة علشان يحصل له إعادة تأهيل أو يرجع لها. يعني متر الشعاب قد يصل قيمته الاقتصادية ل $30,000. لو جينا لسمكة القرش اللي يمكن معظمنا اللي هو معلوماتنا عن سمك القرش ده إن هو من أفلام الموفي الأمريكي. لكن سمكة القرش عندنا في مصر من أعلى قيم الاقتصادية لسمكة القرش في العالم. ليه بقى؟ ده منتج سياحي أنا ببيعه. يعني بيجي الغطاس مخصوص من الغواصين من كافة أنحاء العالم عشان تغطس عشان تشوفه. فبحسبة بسيطة يعني كنا عملناها في 2007، إن سمكة القرش الواحدة بتدخل للبلد في منطقة زي الأخوين، ده مركز غوص أو موقع للغوص الهام، بتدخل حوالي $200,000 في السنة. فأنا بتكلم لو سمكة القرش ده من الأنواع الضخمة بتعيش من 20 ل 40 سنة، فأنا بتكلم إن قيمتها الاقتصادية من 4 ل 8 مليون دولار. قيمتها كمصيد لا تتعدى $200. فطبعا دي اللي بقول عليها دايما الدجاجه اللي انا معلش حد برضو لان النقطه دي ذات اهميه قصوى. خلينا نذكر نقاط معينه علشان نحاول نبقى حاطين ايدنا على معلومات محدده. اذهب لحضرتك الدكتور محمد ورئيس جمعيه حماه الطبيعه علشان انا هسال اسئله خاصه جدا بالطبيعه. في هذا التقرير قال المجموعة العلماء ان ما يقرب من 700 من انواع الغير الاصليه متعدده الخلايا المعترف بها حاليا من البحر المتوسط دخلت من البحر الابيض او من البحر الاحمر عبر قناه السويس منذ عام 1869، وده طبعا من اكبر الممرات اللي تسمح لغزوات الانواع البحريه المعروفه في العالم انها بتنتقل من مياه الى مياه اخرى، وان ده بيسبب اضرار بالغه بالنباتات البحرية، وإن هيبقى ده سبب في انتشار قناديل البحر، وده بسبب خطر شديد على شباك الصيد، ويعني هتدمر بقى الكائنات البحرية. كل ده ورد الحقيقة من التقرير اللي كان مشارك فيه 18 عالم من 12 دولة حقيقة. تمام، انا هرد. طبعا للأسف التقرير زي ما دكتور محمود قال ان هو ما كانش تقرير بحث علمي، هي كانت خطاب، وفي الخطاب هتلاقي حضرتك ان في حاجات بتناقض نفسها. يعني على مثال الرقم اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي في البحث المنشور او في الخطاب المنشور، هي قالت ان في 700 نوع بالزبط جداد دخلوا البحر المتوسط. اللي مذكور حرفيا في البحث ان نص هذه الانواع دخلت من قناة السويس. 350 نوع بالظبط ذكرتهم هي دخلوا من قناة السويس. فبقى عندنا علامة استفهام كبيرة قوي ان في 350 نوع تانيين دخلوا ازاي بالظبط. يعني ده هي ذكرها في البحث بتاعها ان 350 نوع فعلا تم تسجيلهم دخلوا من خلال قناة السويس. حضرتك دلوقتي انت وال18 عالم اللي مضوا على الورقة البحثية ديت بتقولوا ان في 350 نوع تانيين، يعني نفس العدد يعني بالزبط. 50% 50% من الاعداد بالزبط دخلت من مصدر مجهول محدش يعرف مكانهم يعني. تمام. النقطة التانية اللي حضرتك انا هقول لحضرتك الانواع بتتنقل ازاي، بس خلينا نرد على النوع التاني بالظبط اللي هو اناديل البحر اللي هتسبب مشاكل اقتصادية وهتدمر الشباك وهتعمل يعني. طب هي اناديل البحر دي مش عاملة مصايب عندنا في البحر الاحمر بتاعنا ليه يعني؟ يعني لو في انواع بهذه الخطورة احنا عندنا رياضة الغوص والسنوركل والرياضة السياحة المائية في البحر الأحمر 3.5 مليون سايح او اكتر من كده سنويا. حد بيشتكي من قرص اناديل البحر او من تدمير الشباك؟ بالتأكيد لا، يعني مش كده زي كده، حتى لو كان فيه بيبقى عدد قليل جدا. يعني اناديل البحر الانواع المسجلة في البحر الأحمر مفيش انواع فيها بسم اساسا يعني مفيش اي حاجه سم. فالادعاء ان اناديل البحر هتعدي البحر المتوسط وتبتدي تعمل مشاكل
كان اولى انها تعمل مشاكل في المكان اللي هي موجوده فيه حاليا قبل فتح قناه السويس. فزي ما تحكي ان الموضوع علميا هو ما فيش اي اساس علمي خالص. خلينا نروح بقى للجزء الثاني اللي هو ان قناه السويس هتزود، قناه السويس الجديده هتزود الاعداد وهتعمل يعني انفتاح ضخم في الحركه. الابحاث اللي اشرف عليها دكتور محمود والناس اللي عملتها ان قناه السويس الجديده هتزود كميه الميه اللي داخله البحر المتوسط بنسبه 5.4%. 5.4% ده هتنقل ايه؟ 5.4% بس هي دي نسبه الزياده اللي هتتنقل في الووتر بوديز اللي بتتحرك بين البحرين، البحر الاحمر والبحر المتوسط، وهي نسبه مش هتضاعف نسبة المية ولا حاجة، مش هتضاعف نسبة الكائنات اللي بتعدي ولا حاجة. كل الكلام دوت كلام المقصود بيه دعاية سياسية أكتر منه حقائق علمية. طيب هرجع للنقطة أخيرة اللي هي إزاي الكائنات بتتنقل أصلا بقى، يعني إزاي الكائنات بتتنقل من مكان للتاني. ما إحنا عندنا 350 كائن أو 50% من الكائنات اللي مذكورة في البحث هم ما قالوش هم جم منين. أكبر نسبة للكائنات بتتنقل عن طريق السفن، عن طريق الملاحة. في حاجة اسمها البلاست ووتر، المية ديت السفن لما بتروح تفض الحمولة بتاعتها بتحتاج انها تاخد مية من المينا اللي هي واقفة فيها علشان تظبط الاتزان بتاع السفينة، بتملى الخزانات بتاعتها مية. طيب المية دي بتتفلتر ولا بيتم معالجتها ولا بتتاخد زي ما هي من البحر؟ بتأكيد زي ما هي، بتتاخد زي ما هي من البحر. تتفضى فين المية ديت بقى؟ في المكان اللي السفينة هتحمل منه بضاعة تاني. بالظبط. بتتفضى بكل الكائنات الموجودة فيها، إن كانت أسماك ولا لا فقاريات ولا طحالب ولا أي حاجة. ودي أكبر طريقة بتتنقل بيها الكائنات من مكان للتاني. لو كان الحال إن القنوات هي اللي بتقفل كنا قفلنا قناة بنما بقى وقناة المكسيك وكلنا القنوات المجاري الملاحية اللي على مستوى العالم. طيب اسمح لي أرجع لحضرتك مرة أخرى دكتور محمود، وبنتكلم بقى عن العلم كلية العلوم، فبنتكلم عن من أيضا من زعم العلماء الإسرائيليين في هذا التقرير أن الوضع هيتفاقم بسبب ارتفاع حرارة المياه في البحر المتوسط في العقود المقبلة مع تصاعد تغير المناخ، وأن المياه الدافئة بتعطي، حضرتك كنت ذكرت لسه كنا بنتكلم على أنواع البحرية الغازية، فدي هتعطيها الميزة البيئية للانتقال لأنها بالفعل تتكيف نحو المناخ الأفضل أو الأعلى في درجة الحرارة الأكثر سخونة. هو طبعا ده دي حقيقة علمية بس مش على قناة السويس، ده على العالم كله. زي ما قلت انها عملية الأنواع الغازية ديت ما بقتش مرتبطة حتى بالناحية الإقليمية. يعني أنا كمثال مثلا لو جينا بصينا الهواي هبعيد عن قناة السويس جدا، كان معدل غزو الكائنات لها نوع واحد من الكائنات كل 3000 سنة قبل دخول الإنسان لجزر هاواي. بعد دخول الإنسان لجزر هاواي وصل بمعدل بقى بمعدل واحد نوع واحد كل 50 سنة. حديثا في القرن اللي احنا او 30 سنة الأخرانيين او 40 سنة الأخرانيين وصل بمعدل نوع كل 3 أسابيع. نوع كل 3 أسابيع، يعني احنا بنتكلم على لا يقل عن 20 نوع كل سنة. فالقضية كلها القضية يعني غير مرتبطة بقى لا بقناة السويس جديدة ولا بغيرها، ده هو علشان تغير المناخي اللي هو احنا مناش ايد فيه، قضية تغير مناخ. لكن هو السؤال اللي هنا هو قناة السويس علميا ايه اللي بيتحدد في معدلات الهجرة دي او معدلات الغزو ده؟ حاجتين اساسيتين. نمرة واحد قدرة الكائنات دي على التأقلم مع نظام قناة السويس وخصوصا بحيرات قناة السويس اللي هي البحيرات المرة بالذات، لأن البحيرات المرة دي أساساً كانت عبارة عن سولت مارش، يعني بحيرات مالحة، وكانت معدل الملوحة فيها أول ما القناة فتحت كانت بتوصل لحوالي 60 ل 68 جزء في الألف. طبعاً اللي بيحصل حوالين القناة والوقت الطويل بدأت الملوحة بتاعت البحيرات تنزل توصل تبقى قريبة للبحر الأحمر، فكانوا بيعتبر كل العلماء كانوا بيعتبروها إنها يعني حاجز رئيسي لهجرة مزيد من الكائنات. لا يستطيع كائن يعدي قناة السويس قبل ما تأقلم مع ظروف ايه البحيرات. البحيرات دلوقتي الملوحة نزلت في القناة، الملوحة في شرق البحر المتوسط بدأت تعلى لانه النيل كان بيدخل كميات من المياه من 16 ل 64 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا. فبالتالي كانت درجات الملوحة في الجزء الشرقي من البحر الأحمر على ان التيار ماشي من الغرب للشرق، فكانت الملوحة دايما منخفض، الملوحة بتزيد دلوقتي في ال... ف
فالمتوقع يعني انا شخصيا قلتها سنه 92 ان هو البحيرات المره ديت ليست حاجز، يعني ما بقتش حاجز خلاص، وان الريت هيزيد. لكن هنا السؤال ده 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 دي حقيقه علميه، لكن في العالم كله بيزيد وبيزيد اعلى من معدلات البحر المتوسط. لكن هنا زي ما قلت ان اللي بيحدد الهجره، معدلات الهجره دي نمره واحد، قدره الكائنات دي على التاقلم في البحيرات المره بالذات، ثم في شرق المتوسط، لان معظم الهجره رايحه من البحر الاحمر للبحر. نمره اتنين وده الاساس، الملوحه في البحيرات المره، وليس كمية المية اللي في السيستم بتاع قناة السويس أو معدلات التيار. ده مش قضية تانية، اللي هو برضو استندوا ليه في الورقة اللي بعتينها أو الخطاب اللي بعتينه، أنه قالوا أن اندفاع التيارات المائية. لكن السؤال هنا، هل التيارات المائية هتزيد في قناة السويس بعد القناة الجديدة؟ ده مش منطقي، لأنه قناة السويس بالسيستم بتاعها حجم المياه اللي فيها حوالي 3.5 مليار متر مكعب مية. القناة الجديدة حوالي 184 مليون متر مكعب، أي لا تتعدى 5.3% من الحجم الكلي. وفتحة القناة وفتحتها ومخارجها من عند بورسعيد ومن عند السويس ثابتة واحدة فعلا، فمفيش تغير في التيار ولن تندفع التيار. فهي قضية بروباجندا سياسية لا تتعدى هذا. طيب ناخد برضو جزء تاني من هذا التقرير، ودكتور محمد اذهب لحضرتك، ويعني اتهامات يعني ان احنا اللي بوظنا كل الحقيقة الشواطئ، يعني ان الانواع اللي دخلت، الانواع البحرية غير الاصلية الضارة والسامة اللي دخلت البحر المتوسط بعد دخولها عبر قناة السويس، ان هذه الكائنات البحرية الطفيلية انتشرت على طول سواحل بلاد الشام وليبيا واليونان، وعدد اخر منها انتشر في غرب البحر الابيض المتوسط، وأن التأثير الفردي والتراكمي لهذه الأنواع غير الأصلية يؤثر سلبا على الحياة البحرية بالبحر المتوسط، فضلا عن تخريب كلمة جامدة جدا الحقيقة، بنية ووظيفة النظم هناك وتوفر الموارد الطبيعية. رد حضرتك. ده كلام يعني قوي جدا، والألفاظ المستخدمة يعني تخريب، يعني لا كلمة الحقيقة حاجة قوية جدا. أيوة. خلينا نرجع للجزء العلمي علشان نبقى بنرد حتى علميا. بالضبط. تمام. مؤخرا في العشر سنين الأخرانية ويمكن قبل كده بشوية كمان، ابتدت الناس في مجال علوم البحار، احنا كنا بنقول زمان ان احنا عندنا بيئات مختلفة والبيئات ديت منفصلة عن بعضها، والفترة الأخرانية قالوا لا، ده في مصطلح جديد نزل على مستوى العالم، حاجة اسمها الـ LME أو الـ Large Marine Ecosystem، ان احنا معناه بالعربي يعني ان بقى البيئه المائيه على كوكب الارض ده هي مكان واحد بس، ما عندناش حواجز واضحه بين الاماكن وبعضها، يعني ما عادش في حواجز، كلها متصله ببعضها. يعني ايه كلها متصله ببعضها؟ يعني اي كائن عايز يروح اي حته مادام قادر ان هو يتاقلم على الظروف البيئيه اللي موجوده في المكان دوت هو هيروح. معلش اسمح لي انا اسالك سؤال يعني كعامه طبعا. الناس انا ما عنديش طبعا في لكن لا معروف انه مثلا في اسماك معينه، حتى يعني في الاسماك اللي احنا بنتناولها وكده، في معروف ان في يقول لك ده اسماك، لا دي بحر احمر، ده خليج عربي، ده اسماك اطلسي، ده وهكذا، يعني لا في تصنيف الى حتى الان في كل مكان. طب خلينا ادي حضرتك مثال، سمك البلطي مثلا. بالظبط. مش ده من الاسماك اللي احنا بنعتبرها من اسماك المياه العذبه؟ اسماك النيلي. اسماك النيلي لكن في طبعا في مياه المالحه احنا عندنا البلطي دلوقتي بيوصل لاكثر الاماكن ملوحه في مصر، البردويل. فبدام السمكه او الكائن البحري مش الاسماك بس قدر ان هو يتغير جينيا او يتاقلم مع الظروف البيئيه والكلايمت تشينج او التغيرات المناخيه، بقت هي السبب الرئيسي ان الدنيا بتبقى سخنه على الاسماك فبتبتدي تتحرك لاماكن اكثر بروده، فابتدى يبقى في كائنات كتيره جدا في اماكن ما كانتش موجوده فيها قبل كده. خلينا ادي حضرتك مثال في امريكا، دخل نوع من اسماك اسمها سمكه الاسد، ما كانتش موجوده هناك، دلوقتي امريكا بتدفع للغواصين فلوس علشان يجمعوها ويقتلوها، بتدفع لهم فلوس ليه بقى؟ علشان هي كائن، ده من الكائنات الغازيه اللي دخلت المكان وابتدت فعلا تعمل مشاكل في المكان. ومفيش، هي مشكله الكائنات الغازيه ايه؟ ان ما بيبقاش في حاجه اسمها الناتشرال بريدتور او اللي هي الاعداء الطبيعيه، الاعداء الطبيعيه اللي موجوده في المكان الحاجات اللي بتتغذى عليها يعني ما بتبقاش موجوده، فالكائنات بتنتشر بشكل كبير. موضوع ان البحر الاحمر هيودي كائنات جديده الناحيه الثانيه،
الكائنات اللي عدت من البحر الأحمر للبحر المتوسط وتأقلمت من 50 سنة فاتت خلاص. القناه الجديده. طيب معلش انا خليني اخرج لفاصل وارجع لحضرتك مره تانية واسال. طيب ايه نوع، احنا طبعا هذا التقرير يعني الى حد كبير، وطبعا الدكاتره وضحوا ان هذا التقرير كله ادعاءات وهو مش ليس الى حد كبير ولا بحث علمي وما الى ذلك، ولكن هو عباره عن مجموعه من الادعاءات مش اكتر لمحاربه هذا المشروع المهم. لكن عايزين نعرف هو فعلا في كائنات ممكن تمثل خطر عندنا على الثروه الحيوانيه او الثروه السمكيه سواء الموجوده في البحر الاحمر او البحر المتوسط، علشان حتى نعمل حسابنا. ده سؤالي بعد الفاصل ده، نرجع لكم على طول. برحب بحضراتكم مرة أخرى، ومرة أخرى برحب بضيوفي الكرام، أهلا بحضراتكم مرة أخرى. وقبل الفاصل كنت بسأل هل في بالفعل أنواع من الكائنات البحرية سواء ما كانت تمثل خطورة على البيئة السمكية، على البيئة البحرية عندنا، على إحنا عندنا طبعا سياحة الغوص، سياحة السنوركلينج، الحاجات دي كلها حاجات مهمة جدا، هل في كائنات بحرية ممكن تمثل خطورة على ده؟ الإجابة المختصرة على السؤال بتاع حضرتك إن مفيش حاجة زي كده خالص، يعني مفيش أي كائنات ممكن تمثل خطورة لا على الأشخاص ولا على النظام البيئي اللي موجود عندنا. زي ما قلت لحضرتك، هي قدرة الكائنات على التكيف مع الظروف اللي موجودة في المكان الجديد اللي هي رايحة هو اللي بيحكم تحرك الكائنات من مكان للتاني. خلينا نخش على يعني نواجه بحاجة مماثلة. إسرائيل مثلا عملت لنا مشكلة في البحر الأحمر، بمعنى دخلت كائنات ما كانتش موجوده في البحر الاحمر وابتدت تعمل مشاكل عندنا في البحر الاحمر. ايوه زي ايه؟ سمك الدينيس. الدينيس بتاع البحر المتوسط. هو كويس، طعمه حلو. ايوه بالظبط. بحر احمر، بحر ابيض، بس هو مكانه في البحر الابيض، ما كانش ليه مكان في البحر المتوسط. ابتدوا ينقلوا المزارع بتاعته للبحر الاحمر، وهربت بعض الاسماك من المزارع السمكيه وابتدت تستوطن البحر الاحمر. فيعني كان الاول ان هم يبصوا عندهم الاول قبل ما يعني يشتغلوا في اماكن تانية. مشكله الكائن اللي بيروح مكان جديد ان هو لو تاقلم بسرعه على المكان الجديد وانتشر بشكل كبير قوي، ممكن ساعتها يبقى في مشاكل اقتصاديه لو عمل منافسه مع الانواع الاقتصاديه الموجوده في المكان. فبعض انواع مثلا السمك اللي وصلت السواحل بتاعت اسبانيا ابتدت تنافس الانواع اللي هم بيصطادوها على الغذاء، وابتدت هي تكتر، فابتدت الانواع الثانيه تقل، وابتدى يحصل بعض الايه المنافسه خلل البيئي الى حد ما يعني. بس زي ما قلت لحضرتك ان دوت الكائنات ما عادش فيه حاجه بتحكم تحركاتها. الكائنات اللي قادره انها تتكيف مع الظروف البيئيه هتتحرك كده كده، اما من خلال القناه او من خلال المراكب او من خلال المياه اللي منقوله. لو الكائن عايز يزود المساحه اللي هو ماشي فيها هيزودها، بس انتقال كائنات خطيره تؤدي إلى تدمير أو تخريب البيئة، ده طبعا كلام ليس له أساس من الصحة. طيب أنتقل لحضرتك يا دكتور محمود، وإحنا بنتكلم مرة أخرى على كلية العلوم وجامعة السويس، وعايزين بقى يعني ألا ترى حضرتك أن هذا، مش هقول بقى البحث، ولكن هذا التقرير سواء ما كان أو يعني التقرير الإخباري، مش هنقول أن هو بحث، يحتاج إلى رد علمي موثق وبنقاط محددة من جهات علمية عندنا للرد عليه؟ ده طبعا حاجة ذات أهمية قصوى. بس أنا نفسي بس أركز على نقطة محددة. فضل. إن قناة السويس كممر لهجرة كائنات ده علميا لا غبار عليها، دي موجودة. لكن احنا بنتكلم عن الآثار. لا، قناة السويس الجديدة. إنها هتضاعف ولا مش هتضاعف؟ لن تضاعف شيء. ده الحقيقة العلمية اللي احنا وصلنا. وإن كل ما يحصل يخص قناة السويس الجديدة دي بروباجندا سياسية. احنا اتفقنا كمان ان هو المدخل والمخرج واحد مفيش اي تغير لا في شده التيار ولا الكلام من ده. اي كائن هيتاقلم مع البحيرات المره هيعدي القناه اللي موجوده، واخده من شمال البحيرات المره، فبالتالي كل النظام مش متصله من البحر الاحمر والبحر المتوسط على طول، لا ده واخده من البحيرات المره، فبالتالي مفيش اي تغير في شكل السيستم ولا في تغير في شده التيار، فبالتالي الوضع كما هو عليه. يعني أكد عليها تاني إن إحنا اللي بنتكلم فيه إن قناة السويس الجديدة تأثيرها سيكون زيرو على صفر، صفر على معادلات الغزو. كويس. ده علميا ده لا غبار عليه. لكن النقطة اللي سيادتك بتكلم فيها إن إحنا إيه الغرض من هذا؟ يعني أنا لو أنا طرقت يعني أسمحي لي إن أنا أطرح السؤال ده.
لا هو سؤال مطروح الى حد ما والى حد ما عندنا تكهنات عديده يعني كلنا عارفين يعني بس هو اتفضل طبعا. هو طبعا يعني نمره واحد ان هو موجود حتى في الـ في الـ في الخطاب اللي ذكر ان هم طالبين ريجونال سوبرفيجن او ما يعرف بالاشراف الاقليمي، يعني دول الحوض المتوسط المتاثره بهذا يشرفوا، وده طبعا دي قضيه سياده يعني ما حدش يقبل هذا، وهناك من العلماء والمتخصصين المصريين ما هم كفايه ان هم يدنوا. في نفس الوقت انه ان احنا نرد لازم نرد باي انها اساليب. نمره واحد لا بس حضرتك كمان معلش مقاطع حضرتك لحضرتك يعني اسباب هامه جدا من اشدود اللي هم بيعملوه قناه بنجرين والكلام ده كله يعني احنا قضيه اقتصاديه بالظبط، هي الموضوع بالزبط. كله قضيه اقتصاديه ولا قضيه بيئه ولا اسماك ولا الكلام ده خالص، قضيه يعني اقتصاديه، لكن دي من اهم الاسباب المعروفه للشارع ده ده, ده ده واضح جدا بالظبط، لان هو برضو يعني يمكن في التقرير اللي سيادتك قلتيه الاول ان هو يعني هي عباره عن الخطاب ده وفي عليه يمكن 50 مقال نزل اخرها النيويورك تايمز، والنيويورك تايمز ما ادراك النيويورك تايمز يعني، فنيويورك تايمز منزله برضه في 12 نوفمبر دلوقتي احنا بقينا في الافتتاحيات على طول في النيويورك تايمز الحقيقه، فالنيويورك تايمز دلوقتي متكلمه على هذا الموضوع بل ان هم بتقولوا ان هم اتصلوا بالامم المتحده وعايزين يعملوا ضغط على مصر وهذا، فاحنا كعلماء احنا مخالفين كل المعاهدات الدوليه طبعا كعلماء ده. لازم ان احنا اولا ان احنا نبرز هذا نبرز ايه الوضع بالظبط زي ما بنحاول علميا يعني، وفي نفس الوقت ممثلينا في الاتفاقات الدوليه دي لازم يكون لهم صوت. بس لازم الاول او اهم حاجه ان هو كعلماء زي حضرتك بقى وحضرتك وجميع علمائنا يكون في رد قاطع نقطه بنقطه بالظبط، ان احنا كل هذه الادعاءات يتم الرد عليها، وبتبقى كمان طبعا تخرج بقى سواء بقى من الخارجيه او ما شابه بقى هنا في الممثل لهذا الموضوع علشان مش دايما نتحرك متاخر بالظبط. هو حضرتك كان يمكن في ندوه عندنا في الجامعه يوم الاثنين اللي فات ده وكان على هذا الموضوع تفنيد هذه باسانيد علميه، وصلنا في الاخر انها عباره عن بروباجندا سياسيه وان احنا لازم نرد ده يعني. طيب في خطوات تم اتخاذها لبدء في الرد في هذه الموضوع؟ هو طبعا احنا حطينا بعض التوصيات اللي هو نفسي انها تنفذ. نمره واحد ان هو ليس انا قناه السويس بتمر عندي، فالمفروض ان انا ما فيش اولا من ناحيه يعني احب اركز على دي ان قناه السويس تم افتتاحها سنه 1869 قبل الامم المتحده حتى قبل اي كونفنشن او اتفاقيه او عهد دولي، فبالتالي لن احاسب باثر رجعي ده. وبعدين ما فيش في الاتفاقات الدوليه دي نوع من الحساب، هي نوع بس من الشفافيه اللي احنا نعمل يعني انا اكون مصدر المعلومه، النوع ده عد النوع ده انا اللي اقول، لكن انا بستقي منين؟ بستقي من تركيا من اسرائيل في الابحاث اللي بيجروها هناك ليه؟ فانا يعني كان من ضمن الحاجات المهمه جدا ليه ما عملش مركز رصد على البحيرات المر؟ مركز الرصد ده من علماء ومتخصصين يقوموا بعمليات الرصد دي، وبالتالي كمان يشوفوا يعني يكون دور هذا المركز رصد اي نوع من الاضرار اللي قد تحدث. بس يا دكتور حضرتك بتتكلم برضو في المدى البعيد، لسه هنعمل ما يعني طبعا مطلوب ان يكون في مركز رصد للرد على اي شيء في المستقبل، لكن احنا بنتكلم دلوقتي في قضيه انيه طبعاً. ان احنا ممكن بكره يعملوا لنا مشكله ونلاقي قضيه مرفوعه ويلحقوا دول عملوا خلفوا الاتفاقات الدوليه، فاحنا ليه دايما نتحرك متاخر؟ ما نبتدي من دلوقتي نجهز الرد بتاعنا والحكومه المصريه تخرج برد قاطع في هذا الموضوع علشان ما يبقاش في اي تحرك دولي ضد هذا الموضوع. ده على حسب اللي انا متاكد منه ان وزاره البيئه فعلا بتشكل لجنه علميه للرد على هذا الموضوع بشكل علمي، وده اعتقد هنبقى جامعه قناه السويس ممثله فيها. في الجزء الثاني ان هم بيبصوا لها فيما هو ابعد اللي هو الحاجه المدى البعيد، يعني ايه اللي نعمله على القناه علشان نكون احنا مصدر معلومه، احنا اللي نصدر معلومه لما طيب اكلم بقى دكتور محمد اخيرا برضو التعليق اخير واعرف دور بقى يعني حضرتك رئيس جمعيه حماه الطبيعه، احنا عايزين نعرف دور بقى هذه الجمعيات اللي هو حماه الطبيعه وما الى ذلك برضو في الرد على هذه الادعاءات. احنا مثلا بالتعاون مع جهات حكوميه دلوقتي والقوات المسلحه احنا عرضنا ان يتم تنظيم مؤتمر دولي يتم دعوه بعض العلماء حتى اللي شاركوا في البحث مع علماء دوليين تانيين، لان هي الفكره كلها لو هي الهجوم على مصر هجوم علمي فاحنا محتاجين ان احنا نعمل مؤتمر علمي دولي ندعو فيه بقى كل الجهات اللي موجوده
تحت رعاية الحكومة المصرية وتحت رعاية القوات المسلحة وهيئة قناة السويس. حضرتك تعتقد ان اللي شاركوا في البحث هيرحبوا بهذا المؤتمر؟ حتى لو ما رحبوش احنا عايزين نكشفهم. احنا الردود اللي ردناها على حضرتك النهارده كلها ردود علمية من الكلام اللي هم كاتبينه. محدش اخذ كلام يعني لم نفتري عليهم في شيء يعني. فكشفهم قدام العالم هو زي ما الدكتور محمود قال في البداية هو ما كانش بحث علمي اساسا. بس الناس كلها اخذته او كل وسائل الاعلام اخذته على انه هو وثيقة علمية. بالزبط. وهي مش وثيقة علمية. فاحنا عايزين نبين للناس كلها الكلام دوت ده مش كلامنا بس كمصريين. ده احنا محتاجين ان احنا نجيب خبراء دوليين حقيقيين ويتم مناقشة الموضوع على مستوى الاعلام مش بس المحلي، مستوى الاعلام الدولي، ويبقى فيه الرد بتاعنا عشان نوصل الاعلام الدولي. احنا دايما يعني احنا اسفين بس احنا فاشلين في التعامل مع الخارج، لكن احنا بنتكلم بقى في مؤتمر دولي يحضره كل وكالات الاعلام ويكون من خلاله هذا التخاطب ويتم مناقشه اي موضوع فيه. هل تم مناقشه ده مثلا مع وزاره البيئه والاتفاق على هذه الخطوات؟ بالضبط، مع وزاره البيئه ومع هيئه قناه السويس ومع زي ما قلت لحضرتك ان برضو القوات المسلحه بتساعد في الموضوع دوت، ان يتم تنظيم المؤتمر ودعوه علماء متخصصين مصريين واجانب وتطلع ورقه بحثيه مماثله للورقه البحثيه اللي اتبعتت من اسرائيل ماضي عليها علماء مصريين وعلماء اجانب بترد على الادعاءات. لازم وجود العنصر الاجنبي، هم جايبين 18 احنا عالم من العديد من الدول. احنا عايزين ان الرد ما يبقاش من المصريين بس. بالزبط. ان احنا كلامنا كلام علمي صحيح 100% هيؤكده اي عالم بيشتغل في المجال دوت ويكون يعني متزن وملهوش اي انتماءات سياسية. فاحنا مش خايفين من حاجة لان الردود بتاعتنا ردود قوية جدا. فالمؤتمر اللي بندعو ليه اللي هيحضره العلماء الاجانب هيبقى رد عملي، وفي نفس المجلة كمان ان شاء الله احنا بننوي اللي هي اتبعت فيها ان يبقى الرد في نفس المجلة. ده هيكون قريب ان شاء الله ان شاء الله على طول. احنا الردود انا اضيف حتة على قالها زميل الدكتور محمد حتة مهمة جدا. يعني انا متأكد واثق 1000% ان معظم العلماء اللي موجود دين كمؤلفين على الخطاب الأرسل للمجلة ده دول تنقصهم الحقائق فقط. يعني هو ما يعرفش المشروع. لا بس وظيفة العالم الريسيرش البحث. ده أنا هقول يعني مش مفروض أن أخذ كلام وأبني عليه وجهة نظر من غير ما أبحث. ده هو خد مؤتمر صحفي بتاع رئيس هيئة قناة السويس وبنى عليه كل الكلام اللي بيتقال ده. يعني هو ما درسش يعني غلطتنا في الاخر برضه يعني لا مش غلطتنا هو إيه؟ هو ان احنا نشرح للعالم دي حقيقه هذا المشروع. فبالتالي هيفهم. انا مش هغير في نظام قناه السويس شيء. بحيرات المره زي ما هي الفوليوم او حجم المياه اللي هيكون بالنسبه لحجم اللي هيتعدى 5% في حاجه القصه دي مهمه جدا. يعني كان في حاجه نقطه احنا طب بس اخيرا سريعا لان انا وقتي اغفلناها اللي احنا ما عملناش دراسه اللي هي حاجه اسمها دراسه تقييم الاثر البيئي للمشروع. دي المفروض انها بتتعرض على الناس وبنقول فيها كل التفاصيل اللي هم بيسالوا عليها دلوقتي. بالظبط. كميه المياه اللي دوليا بقى طبعا اصلي مش حاجه سريه. احنا دلوقتي هم بيسالوا كميه الحاجه اللي هتعدي. طب كميه محدش يعرف التفاصيل ودي اللي هو دلوقتي. استغلوها ضدنا بالظبط. لا ده انا لا اخر نقطه احب اضيفها في النقطه اللي قالها احنا هنقعد نضيف اخر نقطه خلاص لا دي اخر حاجه اتفضل ان هو ما يعرف بدراسه تقييم اثر بيئي استراتيجي ده لازم تتعمل للمشروع. بس كان لازم تتعمل مسبقا وليس بالظبط. ده متطلبات القانون المصري ومتطلبات المعاهدات الدوليه زائد جهات الماليه العالميه لا تستثمر في مشروعات بدون مثل هذه الدراسة. يبقى احنا برضو نرجع الاعتراف بالحق فضيلة. احنا كان لنا خطأنا ان احنا ما عملناش هذه الدراسه، لكن لنا دلوقتي وقت ان احنا نرد سريعا قبل ان يتحول الموضوع بقى ويكبر ويبقى قضايا ومش قضايا، فان احنا نتحرك سريعا ولازم نرد رد قاطع، وخصوصا كما وضح طبعا دكاترتنا الكرام اللي مشرفينا النهارده كل هذه الادعاءات كاذبه. فاحنا محتاجين نرد ورد قاطع ورد علمي ومن خلال مؤتمر صحفي عالمي يحضره كل وكالات الانباء عشان يكون في رد، وهذه الدراسه لابد ان تظهر للعلن قريبا ان شاء الله. جزيل الشكر طبعا في اخر فقرتنا اشكر ضيوفي الكرام الدكتور محمود حسن حنفي استاذ كليه العلوم جامعه قناه السويس شرفتنا يا دكتور، والدكتور محمد اسماعيل رئيس جمعيه حماه الطبيعه جزيل الشكر. مشاهدينا بعد الفاصل هنتكلم بقى عن المصارعه الحره للمحترفين، هنتكلم نعرف يعني ايه المصارعه الحره. الحقيقه في ناس مؤخرا كتير كانوا من خلال طبعا الله يرحمه كابتن ممدوح فرج كنا بنتفرج
بنتفرج عليهم من خلال قناة دريم على وجه التحديد. شفنا برنامج كنا بنتابعه كلنا وحببنا إلى حد كبير لها في هذه اللعبة. هنتعرف عليها وهنشوف دلوقتي أصبحت عالميا إزاي، الناس اللي بيشتغلوا فيها مين، وكمان بعدها هيكون معنا فجأة لأن عندنا مصارعة حرة حريمي. انتظروا.